السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أحمد عادل وأهلا بيكم. تعالوا مع بعض في الفيديو الثالث نكمل اللي عملناه بدأناه مع بعض في الفيديوهين اللي فاتوا. أول فيديو فيهم شفنا إزاي نستخدم برنامج اللي هو كيو تي ديزاينر علشان ننشئ واجهة مستخدم يوزر انترفيس لبرنامج بيحل اوبن شانل هيدروليكس، وقلنا ان اللي احنا بنقوله هنا يمكن تطبيقه في اي حاجة تانية. احنا بس بناخد الفكرة لازاي نبني نموذج باستخدام البايثون والكيو تي ديزاينر عشان نعمل برنامج سهل الاستخدام. كان الهدف بتاعنا ان احنا بنبدأ نبني نموذج لاوبن شانل هيدروليكس كالكوليتر. انتهى بينا في الفيديو الاولاني ان احنا رسمناه وبقى عندنا ملف يو اي فايل يوزر انترفيس، وشفنا ان احنا ازاي نقدر نعمل اكسبورت او كونفرت للملف من يو اي فايل الى بايثون كود. الفيديو الثاني رحنا فيه دخلنا شويه جوه البايثون علشان نفهم تقسيمه الكود جوه البايثون وهو بيتعامل ازاي مع حاجة، يعني الأجزاء المكونة ليه، البلوكات اللي جواه من كلاس وأوبجكت وكده اهو. ويعني دخلنا لدرجة ما بعمق شوية في البايثون. دلوقتي بقى عايزين نعمل حاجة إن احنا نحول لواجهة المستخدم اللي هي مجرد شكل بيظهر لنا، عايزين نديله فانكشنز بحيث إن احنا لما ندخل قيم وندوس على الرن يحسب ويطلع لنا النتائج. تمام؟ هيبقى عايزين نعمل حاجة زي كده اهو، عمل الحسابات. ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة ان شاء الله. تعالوا كده نخش شوية في حابب بس قبل ما نبدأ اوضح ان احنا قلنا في المحاضرة الدرس التاني ان في طريقتين، في تو فورماتس للاوبشن ده اللي بتعمل في الدوس. واحد فيهم بيبقى هنا في السبيس دي ماينس اكس والتاني لأ، وقلنا في المرة اللي فاتت ان احنا هنستخدم اللي هو من غير ماينس اكس علشان يطلع لنا ملف بايثون. هو عيبه ان هو مش بيعمل رن لوحده لان هو مجرد وصف لليوزر انترفيس لكن ما بيظهرهاش، وان هو عشان يظهرها لازم بنكتب قطعة كود في ملف اخر ينده عليها. وقلنا ان ده افضل لان ده بيسمح لنا ان احنا نعدل نعمل اي تعديل في الواجهة المستخدم في كيو تي ديزاينر وبعدين نصدرها اليو اي فايل ونحولها لبايثون كود. بغض النظر عن التعديل اللي احنا عملناه، الملف الجديد اللي احنا عايزين نعمله النهارده للرن ما بيحتاجش يتعمل فيه اي تغيير، ودي ميزه كبيره. وممكن النهارده برضو نجرب هنغير حاجه بس بعد ما نخلص، يعني بعد ما نبني الشغل كله هنعدل حاجه في اليوزر انترفيس ونعملها اكسبورت وهنلاقي ان البرنامج ما زال شغال. انما لو كنا استخدمنا ماينس اكس وبنينا كل الشغل في ملف بايثون واحد وعملنا اي تعديل في واجهه المستخدم كل الشغل اللي هنعمله هيضيع. قلنا المره اللي فاتت ان بشكل عام الكود اللي احنا عايزين نبنيه علشان يشغل اليوزر انترفيس ويعمل لها كالكوليشن بيبقى ده يعني التشريح او الهيكل بتاعه. بيتكون فوق في اوله على الهيدنج او يعني بيتم فيه نده كل المكتبات او الملفات البايثون الاخرى اللي احنا هنعوزها في تشغيل الكود بتاعنا. الجزء الثاني عباره عن كلاس بيتكون بشكل اساسي من حاجتين. الحاجه الاولانيه هي فانكشن بترن وبتشغل اليوزر انترفيس، تنده على اليوزر انترفيس الشكل، وفي نفس الوقت بتعرف انهي الكود يعمل ايه في حاله ان المستخدم داس على اي زرار من الزراير اللي في اليوزر انترفيس. تمام؟ فهي بتكول فانكشنز. طيب الفانكشنز بقى الثانيه اللي هي تفاعل البرنامج وحساباته نتيجه الضغط على اي زرار بتبقى موجوده في نفس الكلاس ده، فبتبقى فانكشنز بعد كده. فلو احنا مثلا شفنا في الحاله بتاعتنا احنا عندنا زرار واحد، يعني فانكشن واحده بتتعمل دي الانبوتس بتاعتها لكن هي فانكشن واحده، عشان كده احنا عندنا هنا فانكشن واحده. انما لو احنا بنعمل برنامج اكبر شويه وعندنا اكتر من زرار واكتر من حاجه هنلاقي ان احنا عندنا ديت واحده وفيها عدد من السطور بيقول في حاله ان اليوزر داس على البوتون الفلاني يروح على الفانكشن انهي واحده وهكذا، فتلاقي دي عماله تتكرر كتير انما ديت واحده.
هنا الفانكشن التانية ديت هي اللي بتقول يعمل ايه يعني. في الاخر بيجي نهاية الكود بتبقى عملية هنشوفها بالتفصيل، انك بتنده على الكلاس وبتعرف يعني عملية التشغيل والتطبيق، وتنتهي بعملية التنفيذ، وهنشوف كل دي ان شاء الله واحدة واحدة. تعالوا ده اليوزر انترفيس فايل اللي احنا رسمناه مع بعض المرة اللي فاتت، وده بعد ما اتحول لبايثون. ده الكود اللي هو اللي احنا جربناه دلوقتي ولقيناه شغال، هنقفله وهنعمل ملف جديد. هنسميه تمام. في الملف ده هننده على الكود ده، وهنكتب بقية الفانكشنز اللي احنا عايزينها. الجزء الاولاني في الكود زي ما قلنا بعملية امبورتنج، اول سطر فيها بيبقى انك بتنده يعني اجزاء من اللي بتسمح للبايثون انه يشتغل. فاحنا بنعمل امبورتنج للباكج اللي اسمها سيس، اللي هي من سيستم يعني، ودي بيشوف بيها ملفات وحاجات زي كده. تاني حاجة احنا طبعا لازم نعرف البايثون ان احنا بنشتغل على بايثون بي يو اي كيو تي، والكلام ده قلناه في الفيديو الاولاني. البي يو اي كيو تي 5 ده زي ما شفنا بتحتوي على حاجات كتيره جدا، تقدر تعمل بيها ويب سايتس وتعمل بيها جوي وحاجات تانية كتير. فاحنا عايزين نقول له من ضمن المكتبه الهايله دي احنا عايزين بس كيو تي ويدجتس اللي هي شبه اليوزر انترفيس اللي احنا بندور عليه، ومن ضمنها احنا فقط عايزين الدايلوج والابلكيشن، ودي الحاجات اللي احنا هنحطها في الكود بتاعنا. الكيو تي ويدجت زي ما شفنا في الفيديو الثاني في يعني حوالي 600 حاجه مختلفه، فتخفيفا على الكمبيوتر عشان ما نبقاش بنعمل امبورت لكل حاجه، احنا هنقول له بس عايزين الاثنين دول لان احنا عارفين احنا عايزين. ثالث حاجه هنا ثالث سطر ان احنا عايزين بننده على الملف البي واي الثاني اللي هو فيه اليوزر انترفيس، فاحنا عايزينه وبناخد منه كل حاجه تمام. فالثلاث سطور دول احنا عايزينهم. معلش هنا يعني ما بيجيبهمش ثلاث سطور، فمعلش دي مشكله بسيطه ان شاء الله تمام. فاحنا كده جبنا ايه الجزء الاولاني اللي هو ده. لو رحنا بقى على الجزء الثاني من بناء الكود بتاعنا اللي هو بناء الكلاس، قلنا ان تعريف الكلاس بيبقى انك بتكتب كلمة كلاس سمول، وبعدين تحط الاسم اللي انت تختاره للفئة بتاعتك، فاحنا سميناه ماي فور. وبعدين زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان انت لو انت عايز تعمل كلاس وتوفر مجهود بنائها وتعريف كل حاجة فيها، فانت لو عندك كلاس تانية فيها كل الفانكشنز اللي انت عايزها، فانت بتكتفي انك تحط قوسين وتكتب ما بين هنا الفئة الام او البارنت كلاس. فاحنا في الحاله بتاعتنا اليوزر انترفيس بتاعنا اللي احنا هنعمله هيبقى حوار ما بين اليوزر المستخدم وبين الاله دايلوج، فاحنا هندخل قيم ومنتظر وندوس على زرار مستنيين نتيجه. القصه دي اسمها دايلوج، فبنختار الدايلوج ديت اللي هي جزء من البي واي كيو تي ويدجتس. فانا دلوقتي طالما كتبنا الكلاس بالطريقه دي يبقى انا كهنا بنشئ كلاس جديده تارس كل صفات، تارس دي كلمة يعني بلغة البايثون اللي هي انهيرت، بتارس كل صفات وقدرات الكيو دايلوج كلاس. بعد ما عرفنا الكلاس عايزين بقى نعرف الفانكشن اللي هي بتشغل اليوزر انترفيس وبتنده على الميثودز او الفانكشنز التانية. عشان نعرف الكلاس عشان نعرف الفانكشن بأول سطر فيها عرف لي ديف الفانكشن. انت ده لان الفانكشن دي هدفها الانشاء، فبتاخد الكي وورد دوت اللي هو محجوز بلغه البايثون لاي فانكشن بتشتغل بغض النظر عن الانتر اكشن بتاع اليوزر. فاحنا زي ما قلنا ان النافذه بتاعتنا
هتبقى ان اليوزر هيدخل بعد القيم ويدوس على زرار فننتظر نتائج. عمليه اذا في فانكشن معتمده على تفاعل اليوزر، انما عمليه اظهار النافذه دي مش معتمده على اي حاجه من اليوزر، لازم تشتغل لوحدها بمجرد تشغيل البرنامج. علشان كده بنت انت دي يعني كونستراكت، ده الديفولت كونستراكتور اللي بيبني النموذج بغض بيبني التول اللي بتظهر على الشاشه بغض النظر عن المتفاعل معاها. فكلمه سيلف هنا اللي ما بين قوسين معناها الكلاس نفسها، لان احنا قلنا ان الفانكشن دي هدفها تشغيل الكلاس. فهنا يعني لما نشوف كلمه سيلف اللي ما بين قوسين معناها ماي فورم، فهنا سيلف دوت يو اي معناها ماي فورم ككلاس دوت تحتيها اوبجكت اسمه يو اي. لو حبينا نبص على السطر اللي بعده سوبر بعدين قوسين نقطه سوبر، ده فانكشن محجوزه او متعرفه جوه البايثون معناها اعلى او لفوق. فانا لما بستخدمها هنا معناها ان انا بقول له ابني لي من الفئه الام مش من الفئه اللي انا شغال عليها، تمام؟ فسوبر معناها خلي الشغل من الكيو دايلوج مش من ماي فور، وده طبعا مطلوب لان انا بالفعل انا لسه انا ما عملتش حاجه، يعني انا بوفر مجهودي عن طريق ان انا بشاور بس، انا بقول له اي فانكشن انا عايزها هتهالي من هنا. نروح على السطر اللي بعدها. دلوقتي احنا بقى عندنا الكلاس تمت اللي هي الماي فورم، فانا بقول له عرف لي جوه الكلاس دي فاريبل او يعني اوبجكت اسمه يو اي، انا مقصود به هنا اللي هو اليوزر انترفيس. الفاريبل ده انا مش هعرف فيه حاجه خالص، انا بس هقول له ان هو اسمه كده. طب الاسم ده يعني بيشير الى معناه ايه؟ ما تنساش ان احنا فوق في الامبورتنج استدعينا كل ملف البايثون التاني. تعالوا كده نشوفه اهو. احنا واحنا بنبني ده الملف اللي احنا استدعيناه، لو نفتكر اهو احنا استدعينا الملف ده اهو. نبص هنلاقي ان النافذة الرئيسية اللي فيه كان اسمها UI underscore form، دي الاسم الديفولت بتاع QT designer، تمام؟ فادي الكلاس بتاعتها دي اتصدرت كده من QT designer. فانا لما اجي هنا اهو واقول له ان الاوبجكت بتاعي اسمه self.ui اللي هو بيساوي كذا، انا هنا استدعيت كمان النافذه اللي انا طورتها بكيو تي ديزاينر. انا لغايه دلوقتي ما كنتش استدعيتها، انا لغايه دلوقتي كنت كل اللي عملته فوق ان انا بربط الكلاس بتاعي بالبايثون. دلوقتي بقى بضيف لينا النافذه اللي انا رسمتها بكيو تي ديزاينر. خلاص كده انا بقى عندي هنا كمان اوبجكت عباره عن نسخه من الكلاس، وده يعني اسهبنا فيه في الفيديو الثاني. طيب بعد ما بقى عندي دوت باجي بستخدم نفس النافذه وبقول له ادي اليوزر انترفيس اللي عندي دوت سيت اب يو اي. انا هنا بعمل ايه؟ هنا انا بشغل الفانكشن اللي كانت جواه ديت لانها بقت معايا نسخه منها، فانا بشغلها وبشغلها وبقول له شغلها لي على الايه الكلاس بتاعنا، شغلها لي في البرنامج ده، تمام؟ وبعدين بتاني بدوس على نفس اليوزر انترفيس اللي انا كانت مرسومه واقول له دوت. انا دلوقتي بما ان انا بقيت شايفها كامله، فانا بقول له هناك في زرار اسمه بوش بوتون، لما حد يكليك عليه اربطه بفانكشن اسمها سيلف دوت كالك. سيلف دي زي ما قلنا هي الماي فورم ديت، تمام؟ فايه سيلف دوت كالك كيو؟ معناها ماي فورم الكلاس جواها هتلاقي سيلف كالك دوت كيو. فانا هنا السطر ده معناه بقول له لما حد في اليوزر انترفيس يدوس على الزرار اللي اسمه كذا اربطه بالفانكشن دي، تمام؟ الفانكشن ديت بقى اللي هي كالك دوت كيو هي عباره عن
في البداية بعرف المتغيرات اللي أنا عايزها. لا تعالوا نفتكر كده مع بعض. أنا بعرف كل واحد من دول، أنا بشوف اسم دي إيه اللي جاي بيه من الكيوتي ديزاينر، اسم الخانة دي إيه وبسميها مثلا ويتس، اسم الخانة دي إيه بسميها دبس وهكذا. فأنا كده بعرفه إن أنا بقى عندي أربع متغيرات كل واحد فيهم بيساوي القيمة دي. وبعد ما بعرفه بقول له العلاقة بينهم إيه، يعني الديسشارج هو بيساوي إيه. وأخيرا بقول له حط النتيجة هنا أهو. معذرة، ماشي ماشي اهي تمام. فانا هنا بعرفه بقول له ان الفاريبل انا مسميه ان عباره عن حول فلوت، يعني حول القيمه اللي جوه البوكس اللي فاضي ده من تكست لفلوت. فلوت طبعا ده فورمات للارقام، وده لان اي حاجه بتتكتب في الخانه هو البايثون بيفترض ان هي تكست كتابه يعني. فانا بقول له هاتها لي من اللي واجهه المستخدم دوت مانينج دوت تكست. دوت مانينج ده اسم الخانه، احنا لو شفنا الخانه هنلاقي اسمها كده. تعالى اهو انا هنا مسمي الخانه مانينج، واخد بالك انا مسمي الخانه دبس وهكذا. فانا هنا بقول له يعني روح على اليوزر انترفيس اللي احنا عملناه على الخانه اللي اسمها مانينج، هات التكست اللي فيها وحوله لفلوت يبقى رقم يعني. تمام، فادي كده في السطور دي قرينا الاربع فاريبلز اللي اليوزر دخلهم. وبعدين هنا بنقوم بعمل حسابات البسيطه بتاعه الاوبن شانل هيدروليكس، ان المساحه بتساوي العرض في الارتفاع. طبعا احنا شغالين على ريكتانجولار كروس سيكشن، يعني احنا خدنا حاجه بسيطه لان احنا هدفنا بناء النموذج مش حل مساله معقده. فهنا بنحسب المساحه، وبعدين بنحسب المحيط، وبعدين بنحسب اللي هو المحيط المتل، وبعدين بنحسب الديسشارج بمعادلة مانينج. بعد ما حسبنا الديسشارج بنقول له طلع النتيجة في الشيء اللي هو اسم الليبل 8، ليبل 8 اللي هو هنا ده، ادي الليبل 8 اهو. تمام، طبعا تعديل الاسامي زي ما عدينا هنا بيخلي المسألة سهلة، هي هنا ليبل 8. تمام، فبقول له بالنسبة لواجهة المستخدم الشيء اللي اسمه ليبل 8 سيت تكست، خلي التكست بتاعه سترينج لان احنا قلنا المربعات دي يعني بتتعامل مع كتابه، خانتين عشريتين من الديسيت شارج. تمام، ديت اليوزر انترفيس، ده نفس الكود اللي احنا لسه شايفينه. فاحنا تعالى ناخده كده كوبي وخلاص، هو نفس الكود، وهحط لكم رابط ليه ان شاء الله. تمام، انا ما خدتش كوبي من الكلاس دي. طب انا امسحهم، معلش همسح دي لان ما خدتش كوبي من الكلاس، وزي ما احنا شايفين لازم تبقى ايه الفورمات يعني. نلاحظ ان احنا هنا عملنا نسخة من 3 سطور، انما جالنا هنا يعني كمية سطور كبيرة. ده لان الباي شارم في عملية انك ايه من هنا لو شايف يعني اظهار واخفاء يعني، بس تبقى الحاجة موجودة يعني. تمام، فادي كده احنا عملنا كوبي من نفس الكود اللي احنا لسه شايفينه على الباوربوينت. دلوقتي ننتقل بعديها للجزء الاخير. لو نفتكر في الهيكل اللي احنا قلنا عليه بيقوم باربع مهام رئيسيه، ينشئ تطبيق، لازم كل حاجه تتعرف يعني، يعرف ان احنا عم ننشئ تطبيق، ينشئ اوبجكت من يعني الاوبجكت ده هو اوبجكت من الكلاس اللي احنا لسه كاتبينه، لان احنا عارفين قلنا قبل كده ان البرنامج ما بيشغلش كلاسز، هو بيشغل اوبجكت او اوبجكت اورينتد. فانت الاول تعرف له ان في شيء اسمه سيارات، دي فئه اسمها سيارات، وبعدين تقول له ايه طلع لي سياره منه. وبعدين نفعل او نشغل الاوبجكت اللي احنا عملناه، وبعدين ننفذ التطبيق نفسه.
فلو بصينا هنا انا بقول له بالسطر ده، لو الملف يعني ده السطر ده برضو من السطور يعني يعني هي كده في البايثون، يعني المخرج عايز كده، فهي السطر ده معناه لو الملف ده الملف الرئيسي شغل تمام، اعمل لي تطبيق اسمه اب، اعمل لي شيء اسمه اب. الاب ده عباره عن كيو ابلكيشن، لو فاكرين احنا عملنا امبورتنج لكيو ابلكيشن من البي واي كيو تي، اعمل لي كيو ابلكيشن، واحنا برضو عملنا امبورتنج السيس، ادي هنا السيس اهي جت والايه ارجومنت فاليوز، يعني عمليه لتجميع الايه الفاريبلز والمتغيرات. فانا هنا بالسطر ده عملنا الابلكيشن اللي احنا يعني ادينا الامر يعمل الابلكيشن اللي احنا عايزينه، وبعدين قلنا له ينشئ شيء اسمه دبليو دبليو، اي اسم طبعا، بس ده اوبجكت من الكلاس اللي اسمها ماي فورم. يعني لو نفتكر احنا قلنا انك يعني بتنشئ شيء من البلو برنت او الفئه بتاعت الكلاس، فاحنا خلاص بنينا الكلاس فوق، عايزين بقى منها نعمل حاجه فرد واحد اسمه دبليو دبليو، بعدين نقول له اظهر لنا بقى الدبليو دبليو ده، وفي الاخر بنقول له يعني السيستم. يعني دي برضو جملة يعني قياسية، في ناس بتستخدم دي بس، دي بس كده معناها شغل اكسكيوت التطبيق، وبعض الناس بتحط الباقية دي معنى عشان يضمن ان بعد ما بتخلص شغل ان النافذة تطفي تاني. تمام، تعالوا ناخد، هي دي نفس الكود، انا بس يعني ايه بنوفر وقت الكتابة. تمام، نسيفه، هو كده ده الكود نفسه، تعالوا نعمل له رن. اللي احنا كنا عملناه رن قبل كده وجربناه هو الملف ده، خلاص احنا خدنا نسخة منه، دلوقتي بقى ده ملف جديد نقدر نعمله، بندوس هنا وندوس رن. عندنا مشكلة، دلوقتي احنا هنعمل رن. انا بس كنت احتجت عدلت حاجه، كان اسم الزرار مش مكتوب مظبوط، عدلته فيعني ايه، بس ان شاء الله هحط لكم كوبي من الملف النسخه النهائيه. دلوقتي بقى نعمل رن من هنا، النافذه اهي ظهرت، لو جربنا وحطينا اي فاليوز هنلاقي النتيجه طلعت عندنا. طبعا الفونت صغير ومش مقروء كويس، فدي فرصه نعدل، وهنجرب موضوع تعديل اليوزر انترفيس بعد كتابه الكود. تعالوا بس نتاكد من الارقام، النتيجه عندنا طالعه 0.48. ادي مثلا ادي ويب سايت لحساب الستشار، هنختار تانجولر والوحده متر، احنا عايزين نحسب الستشار، نحط نفس القيم، فادي الديسشارج اهي 0.48 زي ما احنا حسبنا، مجرد بس تشيك يعني. طيب دلوقتي انا عايز كمان نعدل في التصميم عشان نعرف اهميه ان احنا مقسمين الشغل على ملفين. طيب هنيجي على ادي الملف نفسه اللي هو جوه الكيو تي ديزاينر، فانا هاجي هدوس على هنا، انا لقيت ان السايز 8، خليه اي 16 تمام، بعدين هسيبه. ده السطر ده اللي هو بيحول، مش حاطين هنا ماينس اكس، بيحول من يو اي لبي واي، ندوس عليه تمام. هنلاقي هنا الكود ده اتغير، بس احنا ما خدناش بالنا، يعني لو احنا كنا فاتحينه وبصينا عليه هنلاقيه اتغير لنفسه. تعالوا بقى نجرب نشوف الملف ده، ان هنعمل ران تاني، حط نفس القيم، شوف نلاحظ ان الفونت اتغير، الحمد لله ما خدتش اي وقت وعمليه سهله جدا. عشان كده احنا يعني اقترحنا مع بعض ان احنا نقسم الشغل لملفين مش ناخده ملف واحد.
شكرا ليكم لمتابعتكم، ان شاء الله كده يعني يكون الموضوع سهل لاي حد عايز يعمل اي تطبيق لنفسه، وربنا يوفق الجميع، وهرفع لكم ملفات البي واي، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.